تحولت مدونة تواصل اجتماعي على منصة واتساب أطلقت على نفسها عشاق كادوغري، تحولت إلى منظمة طوعية شعبية تعنى بتنمية وتطوير حاضرة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوغري. وقال أعضاء من المدونة خلال لقاء تفاكري انتظم بدار الشرطة في بري لمناقشة النظام الأساسي للمدونة، قالوا إن المدونة تضم مجموعة من عشاق مدينة كادوغري سواء من أبنائها أو من الذين عملوا فيها وتعلقوا بها، مشيرين إلى أن أعضاء المدونة اتفقوا بعد حوارات ونقاشات مستمرة على ضرورة الانتقال بالمدونة من منصة للتواصل الاجتماعي إلى منظمة تنشط في العمل الطوعي وتعنى بتنمية وتطوير مدينة كادوغري بوصفها منطقة ذات خصوصية وتعاني من تداعيات سلبية لحرب فرضت عليها طوال 30 عاما مضت 30 عاما مضت، مشيرين إلى الأهداف والأنشطة التي ستطلع بها المنظمة بعد تسجيلها رسميا لتنطلق في مشروعاتها الداعمة لمسيرة السلام وتعزيز الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار، مقدمين الدعوة إلى عشاق كادوغري داخل وخارج البلاد للانخراط المسؤول والجاد في منظومة العمل الذي ينتظر المنظمة خلال المرحلة المقبلة. فالهدف من الجروب إنشاء الجروب أو المنتدى ده إنه الناس عاوزة تقدم خدمة للمنطقة وإنسان المنطقة في كل المجالات، المجالات الصحية والمجالات الاقتصادية والمجالات التنموية والمجالات السياحية في كل أنواع المجالات. فالجروب ده عنده جروب موازي له موجود برضو في كادوغري، برضو هم كانوا عندهم اجتماع الأسبوع الفات، من هنا برضو إحنا بنحييهم. فعندنا برضو توأمة مع أبناء ولاية جنوب كردفان بالمهن الطبية بدول المهجر، فكانوا في رحلة برضو، كانوا في عملوا رحلة لمدينة كادوغري علاجية، رحلة تسغيفية، فاستمرت من يوم 7 ل15 شهر الفات. فده كله امتداد من أجل المنطقة وإنسان المنطقة. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم عضو مدونة عشاق كادوغري الأستاذ عمار مكي التجاني. بداية أستاذ عمار مساء الخير، ونتساءل عن فكرة تكوين المدونة وتسميتها بعشاق كادوغري. ألف مرحب بكم قناة طيبة. وعشاق كادوغري يعني هذا الاسم الذي انبثق من عشقنا لهذه المدينة، وهي مدينة نحسب أننا عشقناها عشقا شديدا يعني، ونحن عشنا فيها منذ طفولتنا وعرفناها عن قرب، وهي مدينة ذات طابع لا تجد لها اسما غير أن تقول أنك قد عشقتها يعني، لجمال طبيعتها الخلابة الخضراء، وكل الذين عاشوا في هذه المدينة يتحدثون عن عشقهم لهذه المدينة. فلذلك كان هذا المجموعة من عشقهم لهذه المدينة قالوا لماذا نعشقها ولا نقدم لها. فانطلقت هذه الفعاليات وهذه المدونة تطورت الآن إلى منظمة، وهذه المنظمة سوف تعمل مع بقية منظمات المجتمع المدني الأخرى لتقدم لهذه المدينة وتنشلها من وصفها مدينة عاصمة لجنوب كردفان. وعندما نقول جنوب كردفان يتبادر إلى الذهن هذه الحالة الاجتماعية، حالة الحرب، لذلك يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه لا يوجد فيها أمن، ولكن مع بشريات السلام وبشريات الثورة التي اندلعت مؤخرا تحولت هذه المدونة لتكون واحدة من منظمات المجتمع المدني التي تقود إلى تطوير هذه المدينة. أستاذ عمار، يعني الآن الآن تم يعني تحويل فعليا يعني هذه المدونة إلى منظمة، تم تسجيلها واكتملت الإجراءات القانونية لذلك؟ لم تكتمل الإجراءات بعد، ولكن النظام الأساسي الآن بين أيدينا وهو الآن تحت الطباعة، ومن ثم سوف نسجل هذه المنظمة إن شاء الله. وكل الذين تدعوا وكانوا متحمسين جدا لأن بأسرع فرصة ممكنة يتم تسجيل المنظمة بصورة رسمية وتباشر أعمالها في تطوير
في تطوير المدينة بصفة خاصة وجنوب كردستان بصفة عامة إن شاء الله. طيب يعني المتابع الآن للخبر أستاذ عمار يعني يلاحظ أن ربما جول ما يدور الآن من تطوير ومن نقل يعني الفكرة من مدونة إلى منظمة، والاجتماع الذي انعقد هنا في الخرطوم يعني كل العمل الآن يتم الآن في الخرطوم، يعني الدورة المنتظر من هذه المنظمة الآن بعد أن تكتمل يعني يكتمل تسجيلها وتكتمل إجراءاتها في مدينة كادوغلي، كيف تنظرون إليه؟ نعم، هذا سؤال جميل جدا وطرح للنقاش بصورة قوية في الاجتماع الذي انعقد مؤخرا، ولكن رأينا أنه العاصمة الخرطوم لها رديتها ومعظم الذين جاءوا إلى الاجتماع يسكنون الخرطوم وقلوبهم متعلقة بكادوغلي. طيب. فلذلك العمل سوف يتم باعتبار المركزية، معظم المنظمات ممركزة في العاصمة والإجراءات تتم بالعاصمة، ولكن سننطلق نحو المدينة، ولكن أعمالنا كلها ستكون في المدينة، في مدينة كادوغلي، وحيكون المكتب حيكون هنالك مكتب رئيسي في مدينة كادوغلي للإشراف والمتابعة الميدانية، ومعظم كذلك أعضاء المدونة موجودين الآن بمدينة كادوغلي ويتابعون معنا عبر الوسائط الاجتماعية المختلفة. طيب أستاذ عمار، يعني هل تتوقعون أن تواجهكم تحديات في عملية نقل الفكرة من مدونة إلى منظمة طوعية أولا، وبعد ذلك يعني قضية تقديم الإعانات والمساعدات للمتضررين من الظروف يعني الخاصة في جنوب كردفان، يعني هل تتوقعون أن تكون هناك مشاكل ربما تواجهكم؟ ناقشتم هذه النقطة؟ نعم، لا بد أن أي عمل طوعي لا بد أن يمر بمرحلة مخاض عسيرة، ولكننا بالجهد وبالحماس الذي لمسناه شعرنا أن هذه الصعاب سوف تكون سهلة أمامنا إن شاء الله، لأن كمية الحماس الموجود اللي لمسناه من الناس بيقود للناس لانه ان شاء الله يمشوا بهذه المنظمه الى افاق ارحب ان شاء الله. طيب. والذين تداعوا كلهم لهم رمزيتهم في المجتمع ولهم مكانتهم في المجتمع، ولذلك احنا بنامل واننا هذه الصعاب صحيح في كل ميلاد مخاض، وهذا المخاض ان شاء الله سوف ينتج إن شاء الله منظمة طوعية كبيرة إن شاء الله، وكل الذين جاءوا وقلنا نحن نحمل أشياء فقط مدينة كادوغلي، ولكن من خلال النقاش فتحوا شهيتنا لأن نعمل في جنوب كردفان كلها إن شاء الله. طيب الآن بعد أن يتم التسجيل الرسمي للمنظمة سيد عمار، يعني من المؤكد أن لديكم خطة عمل، لديكم أولويات تراتبية في العمل، يعني لو نتحدث قليلا عن تفاصيل وأولويات خططكم لتقديم المساعدة لكادوغلي مبدئيا. أهم الأولويات هي المساهمة في العملية السلام القادمة إن شاء الله، وعملية الانتقال السلمي والمساهمة في دفع عجلة التنمية في المدينة، وكذلك العمل في الترويج للسياحة، وتعلمون أن مدينة كادوغلي من المدن السياحية الجميلة جدا وجنوب كردفان بصفة عامة، فلذلك واحدة من المشاريع التي طرحت بقوة إننا نساهم في الترويج لهذه المدينة السياحية، والمساهمة مع منظمات المجتمع الأخرى في نظافة المدينة، وطرحنا واحد من المشاريع التي طرحناها إنه دارين مدينة كادوغلي تكون من أنظف المدن إن شاء الله في على مستوى السودان إن شاء الله. طيب أخيرا أستاذ عمار، يعني مدى فرص نجاح هذه المنظمة الآن في تقديم خدمة حقيقية وهو ما تحدث عنه في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد عموما وجنوب كردفان خصوصا؟ والله يعني احنا نعتقد انه الفرصة الآن مواتية بسبب السلام القادم، ونحن كانت مشكلة السلام هي واحدة من أكبر المشاكل اللي يعني احنا حتى الآن بنأمل اننا نساهم بصوره فعلة في انها تتحقق يعني،
ولذلك الفرصة نعتقد أنها مواتية جدا، والفرصة سانحة جدا، والجو العام جو خصب جدا للعمل الطوعي. ورأيت من الآن انتظمت كل السودان شباب الثورة، الشباب الذين قاموا بالثورة هم متحركين في كل المجالات، ولذلك هؤلاء الشباب يريدون مثل هذه المنظمات الناشئة الجديدة لينضموا حولها ولينفذوا برامجهم من خلالها إن شاء الله. أشكرك جزيلا أستاذ عمار مكي التجاني، عضو مدونة عشاق كادوغلي، كنت معنا عبر خط الهاتف من الخرطوم.